سيداتي سادتي، من بين مظاهر معاناة المواطنين بطريق طائر في مدينة جدة، هذا الصباح تفاجأ المواطنون بوجود علامة تشوير تمنع الوقوف من هذا الرصيف، هذا الرصيف ديال روت طائرة. مجموعة ديال السيارات كانت هنا حادثة، وجات سيارة جر السيارات وخداتها لمحجز البلد. هذه أنا يدال هدرة. المواطنين احتجوا. هذه الطلاقة إلى حدود البارح بالليل ما كانت، هذه تندارت اليوم الصباح، والدليل على ذلك كما تشاهدون ها هي الخرسانة عاد رطبة، ها هي عاد الخرسانة عاد رطبة، يعني عاد كيك بلاصات بلونطات. هنا هذه عملية بحال كأننا نصيدوا المواطن، كأننا نصوبوا فخا للمواطن. القانون اللي كنديروه كيفوت واحد المدة عادي يولي ساري نتبعو، نورمالمون هذه كانت ندار يكون تنبيه ويكون ارشاد المواطن على اساس ان هذه البلاصه راه بقات ممنوعه للوقوف، بحال مثلا داروها البارح بالليل الناس وقفت اليوم وما مدات ما جاب، ينبهوهم يفوتوا لهم النهار الاول الزواج والثالث، قال هذا الشيء راه ممنوع هذيك ثلاث ايام ولا، ومن بعد عاد يطبقوا فيها القانون. هنا بالمناسبه معنا واحد المواطن اللي شاف هذه الامور، الاستاذ نور الدين عن المركز المغربي لحقوق الانسان. تفضل استاذ. ايه احنا جينا فايتين دابا من هنايا، صبنا للبوليس والناس كتبكي وكتشكي كتقول لهم اودي حنايا كنخدموا هنايا لداخل، حنا حطينا دابا السياره ديالنا، السياره ديالنا ما كانتش هاد العلامه ديال ممنوع الوقوف، فاذا به بقاو كيرغبوا الضباط، كانوا جوج تاع ضباط الامن، وكان السيد عاوتاني عاون الشرطه وكذا، فاذا به بقاو كيقيدوا للناس وكيقتلوهم وكل شيء وداو لهم السيارات ديالهم، ودابا فاذا به راهم مشاو كيقولوا له الدائرة الثانية عند السيد العامي تما باش غادي يشوفوا هذا المشكل هذا، لأن الناس كيرغبوهم كيقولوا لهم حنا دابا عاد حطينا الطوموبيل ما كانتش هاد العلامة، فإذا به دابا خرجنا صبنا العلامة هيا باقي خضرا كما راكم كتشوفوا، ودابا هاد الناس هادو كيديروا المشاكل مع المواطنين، هما اللي خصهم باش يديروا شوية مع المواطن وكذا، هما دابا هما اللي كيديروا دابا المشاكل. كل نوع من المرونة. هذاك الشيء اللي عندنا دابا خص الناس المسؤولين الله يجازيكم بخير باش يشوفوا ينظروا في هذه المسائل هذه، راه كاين السيد الوالي كاين السيد المسؤول عليهم وكذا، وهذاك خصو على الاقل بعدا يعطيو واحد المهله، السيد ما شافهاش يقولوا له ها هي دابا كاينه نهار اخر تكون غادي نديو السياره تحت او نديروا لك مخالفه. الرساله مفهومه. وهذاك ودروك انايا كاع بنفسي انا جيت انا خلصت 150 درهم على واحد السيد مسكين في اسبانيا ما عندوش باش يخلص كيرغبو وباغي يبكي، انا جبت من عندي 150 درهم وعطيتها، وهو كاين دابا الوصل ديالها باش داروا له المخالفه. وشكرا. سيداتي سادتي كما استمعنا الى التصريح من الاستاذ نور الدين على المركز المغربي لحقوق الانسان، هذه علامه تشوير، ما كان الناس وقفت السيارات ديالهم كالعاده في هذا الرصيف، وملي جاو لقاو البلاكه محطوطه، جاو لسياره الجر وسحبت السياره ديالهم المحجز البلدي، والناس بدون علم ولا قالوا لهم تأديو دعائر، الناس ما كانتش عارفه اصل البلاكه، لهذا كان ممكن شويه تاع المرونه ويذكروهم انها من الان فصاعدا ممنوع ما دام دابا البلاكه. كما تشاهدون وهذه الخرسانه راها عاد جديده، هذه من بين المشاكل اللي راها تعرفها الشارع نتاع روت طايرات، ونتمنى من المسؤولين الامنيين او مسؤول الجماعه الحضريه ملي يديروا شي بلاكه نتاع التشوير يديروا ينبهوا ليها المواطنين ويديروها بالليل باش تصبح باينه والمواطن يكون على بينه من امره، ماشي يديروها السيارات محطوطين كاننا نتصيد المواطن، بالعكس كانوا السيارات ديجا موجودين وسيدي كانوا موجودين، ودرنا هذه كاع السيارات اللي كانوا موجودين قبلها خصنا نعفيهم ما نهضروش معاهم لحقاش ما كانش محطوطه تما، السيارات اللي تحطوا من بعدها ممكن نحيدوها يتماركتهم مخالفه. سيداتي سادتي دمتم في رعايه الله، دمتم في عون الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.